اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. ماهر جنينه واحد من نجوم الكره الافريقيه وكواليسها، كل الجديد عند ماهر. صباح الفل. صباح الفل. ازيك يا ماهر؟ بخير الحمد لله. عامل ايه؟ كله كويس؟ كله تمام الحمد لله كابتن سيف. الاهلي ايه، سيطر خلاص في افريقيا؟ اكيد الاهلي سنتين الاخرتين مسيطر سيطره كبيره جدا على القاره السمراء، 2 دوري ابطال افريقيا، حصل على بطوله سوبر، النهارده النادي الاهلي هيلعب على بطوله سوبر اخرى امام الرجاء، النهارده الاهلي متاهل لكاس العالم للانديه للمره الثانيه على التوالي، الاهلي سيطر على افريقيا بالطول وبالعرض بشكل كبير جدا. عايز اتكلم في نقطه معينه، اختيار بيتسو. بيتسو النهارده النادي الاهلي فريق كبير في القاره السمراء، النادي الاهلي يعني حواليه دايما هاله اعلاميه كبيره جدا سواء اعلاميه او داخل القاره السمراء، الناس كلها بتتكلم على النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي لو الناس كانت بتتكلم عليه 1000 كلمه، بوجود بيتسو بيتكلموا عليه 2000 كلمه. وجود بيتسو اثر تاثير كبير جدا اعلاميا مع النادي الاهلي، خلى افريقيا كلها واحده واحده. ازاي دي بقى؟ اقول لحضرتك ازاي. النهارده النادي الاهلي فريق بحجم ووزن وثقل النادي الاهلي. ايوه بس الاهلي مش محتاج بطاقه تعارف، يعني مش مع احترامي الموسيماني مدير فني كبير، بس مش محتاج ان الناس تتكلم عليه بوجود موسيماني او وجود فايلر او وجود اي حد. اكيد النادي الاهلي كبير، الناس بتتكلم عليه زي ما قلت لحضرتك واعطيت مثال، النادي الاهلي لو الناس بتتكلم عليه 1000 كلمه، اما بيتسو وصل النادي الاهلي الناس بقت تتكلم 2000 كلمه. الناس اللي فين؟ اللي في افريقيا؟ افريقيا السمراء تحديدا. النهارده بيشوفوا مدرب من افريقيا السمراء هم معتبرينه بيمثلهم كلهم. اولا جنوب افريقيا الناس بتتكلم على بيتسو بشكل كبير جدا، بيتابعوا اخبار بيتسو. حضرتك النهارده تدخل على محركات البحث في جنوب افريقيا، الاهتمام الاول بالمدرب بيتسو اللي متواجد في اكبر الفرق في القاره السمراء وفي اكبر الدول العربيه والافريقيه وبيدرب اكبر الفرق، بيهتموا بيشوفوا اخبار يعني سفيرهم في افريقيا بيتسو حاليا اهتمام كبير بيه. النهارده دوله زي غانا، دوله زي نيجيريا، اي دوله تنتمي لافريقيا السمراء تدخل حضرتك على محركات البحث، اكبر المواقع الافريقيه والعالميه مهتمه بوجود بيتسو في النادي الاهلي. تجربه فريده، تجربه لاول مره من نوعها النادي الاهلي يعني ياتي بمدرب ذو بشره سمراء، ما حدش كان يتوقع ان الراجل ده يكون متواجد في النادي الاهلي. النادي الاهلي نجح في اختياره للراجل ده تحديدا، الراجل جاي النادي الاهلي عنده خبرات من خلال تواجده في دوري ابطال افريقيا، عنده خبرات من خلال تواجده في كاس عالم 2010 مع منتخب جنوب افريقيا كمساعد مدرب. الراجل عنده خبره كبيره ان هو جاي حاصل على دوري ابطال افريقيا قبل كده مع سان داونز. لا، اختيار النادي الاهلي بيتسو جعل الاهتمام الاعلامي زاد على النادي الاهلي، زاد بشكل كبير جدا. العالم كله النهارده بيتكلم عن انجازات النادي الاهلي، وبعد ما بيتكلم عن انجازات النادي الاهلي بيتكلم عن انجازات المدرب بيتسو. بيتسو اللي قدر يجي النادي الاهلي في اول سنه يحقق دوري ابطال افريقيا، يحقق سوبر افريقي، يتاهل لكاس العالم للانديه، العام الثاني على التوالي بيحقق انجاز دوري ابطال افريقيا، هيلعب بطوله السوبر امام فريق الرجاء المغربي، وهيتاهل لكاس العالم للانديه مره اخرى في سنتين، في حوالي تقريبا 7 شهور. الراجل حقق 2 دوري ابطال افريقيا، يعني عامل انجاز اعتقد صعب على اي مدرب انه في الفتره القادمه انه يعمله مع اي نادي اخر، وامامه فرصه في السنوات القادمه او في العام القادم تحديدا. لو بنقارن الفرق كلها في القاره السمراء، من الفرق الاجهز، من الفرق اللي تقدر تنافس على طول الدوري ابطال افريقيا العام القادم، هنلاقي الاهلي ابرزهم وياتي بعديه فرق اخرى. يعني بيتسو غير الخريطه مع النادي الاهلي، مع اداره النادي الاهلي. اداره النادي الاهلي يعني هم النادي الاهلي مسيطر على القاره السمراء من فترات طويله وعنده انجازات كبيره، لكن محدش كان يتوقع ان بيتسو يعمل الانجازات دي، محدش كان يتوقع ان بيتسو يسيطر على افريقيا بالشكل ده، محدش كان يتوقع ان الراجل دوت يحقق الانجازات دي. واعتقد من وجهه نظري الراجل ده لسه عنده كتير وكتير يقدمه للنادي الاهلي. الراجل ده كان حلم حياته ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي، حلم كان يعني خليني اقول لحضرتك على حاجه حصلت بيني وبينه سنه 2019. انا كنت بتكلم يعني راجل قابلته وقعدت معاه يعني فترات طويله، وكان لسه لعب ماتش ودي مع برشلونه وهو بيدرب فرقه سان داونز، وكان جايب جون تكتيكي مهم جدا امام فرقه برشلونه نفذه مع فرقه سان داونز، وكان منزل الهدف على اللابتوب بتاعه، واتكلمت معاه كان بيشرح لي الهدف، قال لي لا انا امنيه حياتي ان انا ادرب النادي الاهلي، واتمنى في يوم من الايام، واتمنى ان حلمي هيتحقق. وحلمه اتحقق، والراجل يعني الفرصه جات له ومش هيفرط فيها يعني الا بعد سنوات. طول ما هو بيحصل على بطولات مع النادي الاهلي، طول ما هو بيحصل على بطوله قاريه مؤثره، الراجل لا لسه امامه فرص كبيره جدا مع النادي الاهلي عشان يوصل مع النادي الاهلي لاكتر من كده بكتير.
شايف من وجهة نظرك ان الاهلي زي ما جاب موسيماني محتاج صفقاته برضو من افريقيا من وجهة نظره او من الاماكن اللي هو عايزها؟ لا مش شرط. الراجل بيتسو نفسه بيعتمد على مدرسة امريكا الجنوبية. الراجل النهاردة كان بيدرب فرقة سان داونز، كان جايب قلب الدفاع ناسامينتو من البرازيل. النهاردة كان جايب سيرينو اللي هو اللاعب اللي هو كان يتمنى وجوده في النادي الاهلي، كان جايبه من الاورجواي. فالراجل مش شرط ان المدرسة بتاعته كلها تكون لعيبة تنتمي للقارة السمراء. بس سيرينو خلاص بقى الراجل خلاص صرف نظر عنه. لا يا كابتن سيف، سيرينو لم يتم صرف النظر عنه. تصريح الراجل يقول اللي يقوله. بيتسو متعودين منه دايما، يعني اي حد متعود من بيتسو على التصريحات ان هو يعني بلغه الكوره كده بينايم اللي قدامه. بيتسو بيقول كلام وبيعمل كلام تاني خالص من خلال تصريحاته. قال ان احنا بنحضر لصفقه من افريقيا، ما بيلعبش من جنوب افريقيا، ما بيلعبش في جنوب افريقيا ومش سيرين. خلاص انا اقول لحضرتك ملخص الصفقات. النادي الاهلي عنده يعني لجنه تعاقدات نشطة جدا، بتتحرك دايما بتعليمات من بيتسو. بيتسو في الفترة الأخيرة كان مركز تركيز كبير جدا في دوري أبطال أفريقيا، لكن هو كان عنده لستة كبيرة جدا موجود فيها مجموعة من أسماء اللعيبة وفيها اختيارات، اختيار أول، اختيار تاني، اختيار تالت، اختيار رابع. تحديدا شهر 3 شهر مارس في العام الحالي نادي الأهلي كان عنده مواجهة مع سيمبا، وفي اللاعب لويس لاعب سيمبا سجل هدف في النادي الأهلي، وبعد ما سجل هدف النادي الاهلي بدات مفاوضات شفويه فقط عن لويس ان هو ياتي للنادي الاهلي، ودخل على خط فرقه مازيمبي. النهارده لويس المفاوضات مع النادي الاهلي مفاوضات مستمره، وبنسبه كبيره ده يكون الصفقه الاولى للنادي الاهلي. اللاعب لويس اللاعب الموزمبيقي لاعب مميز جدا، كان موجود مع بيتسو في فرقه سان داونز قبل كده، وبيتسو ما كانش عاطيه الفرقه الفرصه في فرقه سان داونز، وكان بيطلعوا اعاره دايما، الى انتقل اللاعب لفرقه سيمبا وتالق مع سيمبا. النهارده اداره سيمبا نفسها كان يعني بتتكلم ان في عروض من النادي الاهلي وعرض مهم جدا من النادي الاهلي، ولكن ينقص هذا العرض الرتوش الاخيره. ده بالنسبه للويس. نيجي على النقطه الثانيه، سيرينو هو الاختيار الاول لبيتسو. بيتسو حاول مع سيرينو اكتر من مره، سيرينو ذات نفسه تعنت انه يحضر تمرينات مع فرقه سان داونز، بدايه دوري ابطال افريقيا، بدايه المرحله التمهيديه، بدايه دوري المجموعات. الولد ما كانش عايز يشارك مع فرقه سان داونز عشان ياخد فرصته وحلمه ان هو ينضم للنادي الاهلي ويلعب دوري ابطال افريقيا. هرجع بعد الفاصل اسالك، هل يقدر موسيماني يعادل ارقام جوزيه ولا الامور صعبه؟ بعد الفاصل نسمع من ماهر. طيب هو بقى هنا في خلاف. السؤال الاول اللي طلعنا بيه، هل موسيماني هيكسر ارقام مانويل جوزيه ولا لسه مشوار بدري؟ لا، موسيماني قادر ان هو يكسر ارقام مانويل جوزيه. اكيد مانويل جوزيه حقق انجازات كبيره مع النادي الاهلي في فترات طويله، بجيل كان يمتلك جيل قادر على تحقيق اي انجاز. النهارده بيتسو اعتقد ان وجهه نظري الراجل ده لو خد واخد فرصته فرصة أكبر، وقت أكتر، اختياراته اللعيبة اللي هو عايز يجيبها النادي الأهلي، لا يقدر يحقق إنجازات مانويل جوزيه ويقدر يعديها كمان. صفقات الأهلي بقى والزمالك، هو تحديدا يعني صفقات الأهلي زي ما اتكلمنا، لويس قريب من النادي الأهلي لاعب سيمبا التنزاني. بيتسو في تصريحاته قال إن سيرينو بعيد، وأنا بقول لحضرتك إن سيرينو مش بعيد، الراجل متمسك بيه جدا، لكن إدارة سان داونز بتتعنت مع بيتسو، وبيتسو مش من نوعية الناس اللي يقول أنا اللاعب ده أنا هجيبه أو مش اللاعب ده اللي أنا هجيبه، لا بيتسو إحنا متعودين على تصريحاته إنه بيموه أي حد، سواء في المؤتمرات الصحفية قبل المباريات، سواء تصريحاته التلفزيونية، تصريحاته أي تصريح صحفي بيعمله، لا بيتسو بيموه الناس، راجل ذكي بيعرف يتعامل مع الصحافة والإعلام والجماهير. هو قال النهارده لا انا مش عايز سيرينو خلاص، لا سيرينو يظل في حسابات بيتسو، لكن من ضمن الخيارات. هو راجل حاطط لستة فيها اكتر من خيار. النهارده في اسم ظهر اخر، بيرسيتاو احد اعمده سان داونز السابقه سنه 2012، اتنقل لبرايتون وثم اعارات لانديه بلجيكيه. الراجل النهارده برضو اسمه مقترح على النادي الاهلي. سيفا لافالا اللي هي وكلته، سيفا لافالا دي وكيله بيرسيتاو، دي اللي قدرت تعمل اعلى صفقه في تاريخ جنوب افريقيا. الولد اتنقل من فريق سان داونز لبرايتون الانجليزي بحوالي صفقه كلفت 4 مليون دولار، وعلى فكره فرقه سان داونز هتفضل تاخد 15% من قيمه انتقال بيرسيتاو لاي نادي. بيرسيتاو اسمه انتشر في الفتره الاخيره وهو من ضمن الاختيارات مع
سيرينو. سيرينو اسمه ما اتشالش من القايمه، سيرينو لسه اسمه موجود في القايمه وبيتسو متمسك بيه، لكن تعنت اداره سان داونز. سان داونز الايام الجايه هتقول لنا هل بيتسو هينجح في التفاوض مع اداره سان داونز، هل وكيل سيرينو هيقدر يخلصه من سان داونز. سيرينو لو مش موجود يبقى الحل الثاني بيرسي تاو هيكون متواجد. الزمالك، الزمالك يعني اكيد الزمالك كان باتريس كارتيرون كان يتمنى ضم مالونجو طبعا اللي هو لاعب مازيمبي السابق، بعد كده بعد ما اتنقل من فرقه مازيمبي راح للرجاء، راجل اجاد مع الرجاء، انضم للمنتخب الكونغولي على فترات، هكتور كوبر ضمه للمنتخب الكونغولي في الفتره الاخيره. باتريس كارتيرون كان عايز مالونجو، لكن خلاص بنسبه كبيره مالونجو هيكون متواجد في الامارات في الشرق الاماراتي. ده كده الخيار الاول لباتريس كارتيرون، راح ان هو المهاجم اللي يعني الرئيسي اللي هو كان عايزه. اكيد باتريس كارتيرون قدامه اكتر من حل، اكتر من اسم، كل الوكلاء النهارده بيتكلموا، عارفين نادي الزمالك والنادي الاهلي بيدفعوا مبالغ ماديه كبيره جدا، بيعرضوا اسماء كبيره على النادي الاهلي وعلى النادي الزمالك. النهارده اسم كريم العريبي اللاعب الجزائري برضو معروض على نادي الزمالك، برضو كريم العريبي يعني اسمه قريب. فهل كريم العريبي هيجي له عرض؟ يعني في مفاوضات برضو مع احد الانديه الفرنسيه وفي مفاوضات مع نادي الزمالك. لو نادي الزمالك يعني سرع سرعه التفاوض ومجهودات نادي الزمالك في التعاقد مع كريم العريبي، كريم العريبي هيكون الاقرب لنادي الزمالك بعد خلاص الزمالك فقد اسم مالونجو من يعني من الليسته اللي كان باتريس كارتيرون حاططها بسبب يعني العرض الشرق الاماراتي، وبنسبه كبيره هيكون متواجد في الشرق الاماراتي. حاجه تانية عايز اقولها لنادي الزمالك، نتمنى اداره نادي الزمالك الحاليه تقدر تجدد لاشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي لاعب كبير، قامه كبيره، لاعب بيمثل المنتخب المغربي، يعني ما بيلعبش فتره ان وكيل اعماله هيكون موجود بالظبط. يا وكيل كريم؟ لا هو في انس راح لوكيل اعمال اخر، انس، هما الاثنين مع بعض، بس انس دلوقتي حاليا هو اللي في الصوره. اشرف بن شرقي يعني نتمنى نادي الزمالك يسرع في التجديد لاشرف بن شرقي في اسرع وقت، ما يحصلش زي ما حصل مع فرجاني ساسي، لان اشرف بن شرقي يمتلك 3 عروض خليجيه. اشرف بن شرقي النهارده فرق كتير من الخارج بتتكلم معاه، طبيعي نتمنى نادي الزمالك ما ياخدش نفس الموقف اللي حصل مع فرجان ساسي، تاخير في التجديد ومطله اللاعب. بس اداره الزمالك ما قصرتش مع فرجاني، يعني بس انا هنا مختلف، يعني اداره الزمالك حاولت مره واثنين وثلاثه ويكلموه ويحطوا له الفلوس نتمنى يعني اشرف بن شرقي ما يحصلش نفس الموقف، لان جماهير نادي الزمالك يعني انت النهارده عندك اثنين من الاعمدة الاساسيه، اثنين، واحد زي فرجاني ساسي واحد زي اشرف بن شرقي. النهارده انت فقدت لاعب بحجم وقوه فرجاني ساسي، لاعب دولي، لاعب في منتخب تونس، عمود اساسي من اعمده نادي الزمالك. النهارده كمان جمهور الزمالك مش حمل ان هو يفقد لاعب مثل اشرف بن شرقي. طيب منافس الاهلي البطوله القادمه الأفريقية، هل هو الزمالك ولا فريق آخر؟ بعد الفاصل. نرجع بقى للسؤال اللي طلعنا بيه، مين منافس النادي الأهلي في البطولة الأفريقية، هل الزمالك ولا نادي آخر؟ يظل النادي الأهلي هو المرشح الأول لبطولة أفريقيا العام المقبل، البطولة اللي هتبدأ بعد يعني بشهور بسيطة جدا. خليني أقول لك حاجة، كل الفرق اللي موجودة حاليا في القارة الأفريقية، نبدأ الأول بالفرق العربية اللي هي تعتبر أعلى الفرق إمكانيات مادية، كل الفرق الأعلى إمكانيات مادية في أفريقيا حاليا عندها مشاكل مادية. الوداد عنده مشاكل مادية كبيرة جدا، الرجاء عنده مشاكل مادية كبيرة جدا، الترجي عنده مشاكل مادية كبيرة جدا، مشاكل مع المدربين وتغيير المدربين مع الثلاث فرق، مشاكل انتدابات اللعيبه. النهارده الفرق كلها، الرجاء، الوداد، الترجي، النهارده لما بييجوا يجيبوا لعيبه خلال السنتين الاخرتين مفيش لاعب نجم، مفيش لاعب سوبر بيجي الفريق. النهارده بيجيبوا مهاجمين من مقدونيا، عبد الباسط اللي جابه الترجي ما قدرش ينجح مع الفريق الترجي. النهارده فرقه الوداد اللاعب الوحيد اللي قدر يجيبه وعمل شكل ونجم جاي اعاره من نادي يعني الزمالك. انت لو سالتني هقول لك ان اللي شفته السنه دي في البطوله الافريقيه اكبر او اقرب منافس السنه الجايه للنادي الاهلي في البطوله الافريقيه ونادي الزمالك. اكيد نادي الزمالك هو المنافس الاول للنادي الاهلي. ليه بقى يا كابتن؟ عشان النادي الاهلي ونادي الزمالك اغنى فرقتين في افريقيا. النادي الاهلي ونادي الزمالك اغنى فرقتين، يحتكموا على الاموال في افريقيا اكتر فرقتين. سان داونز معهوش فلوس؟ ما بيدفعش نفس العقود اللي بيدفعها النادي الاهلي والزمالك. سان داونز ما يقدرش يدي اللاعب اكتر من $300,000 يا كابتن سيف. النهارده سان داونز كل اللعيبه اللي عنده والقوائم اللي عنده
واللعيبه اللي حضرتك بتشوفها في ارض الملعب مفيش لاعب يتقاضى اكتر من 300,000 دولار في الموسم. النهارده عندنا في الدوري المصري لعيبه بتتقاضى 1.5 مليون دولار. فرق كبير في الامكانيات الماديه، فرق كبير في المدربين، فرق كبير في الادارات. لا مفيش، النادي الاهلي والنادي الزمالك هما الاثنين هما اللي بينافسوا على دوري ابطال افريقيا. كل الفرق اللي بتيجي بعدهم بعد كده منافس من بعيد جدا، بتشكل معاهم بعض يعني بعض المنافسات خلال دوري المجموعات، خلال المراحل التمهيديه ممكن نلاقي فريق كده طلع عمل لنا قلق في ماتش خارج ارضنا خارج مصر. لكن يظل النادي والاهلي والزمالك هما الاثنين اكبر فرقتين في افريقيا ماديا وفنيا وامكانيات. ممكن نشوف موسيماني ثاني في الدوري الممتاز ازاي يعني؟ يعني مدير فني افريقي تاني؟ ممكن نشوف مدير افريقي تاني في الدوري الممتاز في مصر صعب، لكن النادي الاهلي فتح باب للكره السمراء كلها. النهارده المغرب كلها بتتجه للمدرب الاسمر. فلورا النهارده زميله جاي له عرض من نهضه البركان ومضى لنهضه البركان ومدرب فريق نهضه البركان. ناضايه مدرب حوريه كوناكري جاي له عرض اخر من البطوله المغربيه. بيتسو فتح المجال للفرق المدربين الافارقه في دول اخرى، لكن في مصر ما زلنا النادي الاهلي خد خطوه جريئه، ما اعتقدش فرقه اخرى في الدوري المصري تقدر تاخد نفس الخطوه الجريئه دي. شايف من وجهه نظرك ان البطوله الجايه هتبقى الاسهل ولا الاصعب؟ اعتقد يعني باللي انا شايفه بالشكل اللي انا شايفه الامكانيات والقوام اللي في النادي الاهلي والامكانيات والقوام اللي في نادي الزمالك البطوله هتكون سهله جدا، وهيكون بطلها ان شاء الله النسخه القادمه اهلي او زمالك. اهلي او زمالك. شرفتنا ماهر. شكرا كابتن سيف. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا. خلصنا حلقتنا النهارده مع ماهر جنينة نجم كواليس القاره السمراء. نتمنى ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للاهلي والزمالك في العام القادم في البطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله. اشكركم شكرا جزيلا، وبكره ان شاء الله باذن الله استنوني في يوم جديد.